صفيات الأصايل اللي تنطلق في هذه اللحظات لتعلن عن حضورها في مساء مميز ومساء جميل يحمل دائما التفاؤل والسعادة في كل المشاركات الجميلة لهجن أصحاب السمو والشيوخ. على البركة نصحبكم مشاهدين الأعزاء بالتغريد في مسار هذا الشوط. البداية والمركز الأول هملولة تسيطر على الأداء الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد، هي من تتقدم على أجواء الناموس الأول، بينما في عملية التضمير يأتي محمد بن سعيد بن بروك الحميري. بينما المركز الثاني نقل إلى المركز الثاني، هناك هجوم من الجانب الآخر في هذه اللحظات من شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وتنطلق وتسير مشاهدينا الأعزاء اللي هي مياسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. التضمير ردى مسري بن سالم بالعرطي الحميري اللي ينطلق على أول المراكز ويسير إلى بداية الخط السريع. نقلة إلى هملولة في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد مع المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. أما المركز الثالث نسير ونتابع المركز الثالث، وصول من قبل هملولة باسم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وياتي احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية التضمير. اما المركز الرابع وصلنا مع المركز الرابع تسلل الى المركز الثالث، هنا هجن العاصفة تقدم لنا الشواهين والمضمر حمد بن راشد بن غدير. اما المركز الرابع هذه مصيحة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم، وصلت واحتلت المركز الرابع في عملية تضميرها الشاعر حمد بن علي العويسي. والمركز الخامس هناك تواجد هملولة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير. المركز السادس نقل الى شعار هجن زعبيل مع المضمر راشد بن حمد بن مروشد اللي يتقدم في هذه الاثناء ويقدم سليله تحتل هذا الموقع، لكن هناك وصل المتعب، وقدم الشايبه، لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المضمر سعيد بن محمد بن مروشد ياتي في هذه اللحظات وينقض على المركز السابع. المركز الثامن وصلت هجن الرياسه، ووصلت في هذه اللحظات السايحه من هجن الرياسه مع المضمر والمتابع ياتي عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. هنا نتابع براعه البارع في امسيه هذه الليله. المركز التاسع شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يقدم لنا الشاهينيه مع سعيد بن سالم الينيبي. اما سرابه تحتل المركز العاشر وتخطف تاسع المراكز لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه الأسماء العشرة الأولى مشاهدينا الكرام اللي انطلقت وسارت بتحديات هذه الفترة المسائية، وهذا النداء الأول لمجريات وتحديات شوطنا الثالث عشر في انطلاقات هذا المساء، في انطلاقات وتحديات هذه الفترة المسائية الجميلة المشهودة من خلال كل الأخوة المتابعين والمهتمين بانطلاقات سن اللقاية، سن المفاجآت، عودة إلى البداية وعودة إلى المسار الصحيح الصحيح. البداية الأولى مشاهدينا الكرام نسير ونتابع البداية، عودة إلى هجن العاصمة. ما شاء الله تبارك الله انطلقت وسارت إلى أول المراكز. هناك على القمة هلولة شواهين من هجن العاصفة تتربع على المسار الأول والمسار الصحيح مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، أكيد متابعا مع هذا الشعار منذ فترة طويلة. لكن نرى المركز الثاني بدأ الهجوم من خلال تواجد وتحدي الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر الشايبة سعيد بن محمد بن مروشد. والمركز الثالث وصلت سليلة من هجن الزعبيل، وصلت واحتلت المركز الثالث. هناك المتألق راشد بن محمد بن مروشد واصل كذلك في هذه المنافسة الشيقة والمنافسة الجميلة، أكيد بالفعل شيق ومنافسة جميلة مع هجن أصحاب السمو الشيوخ ومع سن اللقاية. ولكن المركز الرابع نقل إلى المركز الرابع وشعار سمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم يصل مع مصيحة، وهنا حمد بن علي العويسي، ولكن تصل سرابة من هجن العاصفة لتحتل خامس المراكز مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن السايحة وصلت، مشاهدينا الكرام، غيرت الأماكن في هذه اللحظات. الله يا هذه الأماكن مع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي وصلت إلى المركز الخامس. المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم هملولة مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن هجوم من كل هذه الأسماء، هجوم من هذه الأسماء المنطلقة والباحثة عن ناموس وانتصار في مساء هذا اليوم، في مساء السبق، مساء التحديات، مساء النواميس. عود
عودة إلى بداية الشوط، والبداية هناك تحمل لنا شعار هجن العاصفة، 1200 على خط النهاية، 1200 على خط النهاية، وتسير مشاهدين الأعزاء شواهين إلى المركز الأول، تحمل هذا الأداء السريع، هذا الأداء المريع، إنها من هجن العاصفة تحتل الصدارة، بينما الواثق من يتابع ولكن حذاري الواثق واصل السايحة، السايحة من هجن الرياسة ومع البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي وصل، خذ المركز الثاني، خذ المركز الثاني، نشوف المركز الثالث، هل من هجوم، هل من هجوم من آخر مباغت مع كل الأخوة الهاجمين المهاجمين، هنا لحظة الهجوم، هنا ساعة الهجوم على المركز الأول، والشايبة تحتل المركز الثالث باسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر سعيد بن محمد بن مروشد، ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى العاصفة، عودة إلى السايحة، عودة إلى الرياسة، عودة إلى شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ثلاثية على المقدمة، ولمن سيكون الانتصار في هذا اللقاء والتحدي، لا زالت البداية مع شوايين، ولكن السايحة مسيطرة، السايحة مصرة إلا أن تفوز بهذا الموقع، إلا أن تفوز بهذا المركز، بينما الشايبة وصلت، الشايبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن مروشد، بدأ الآن يتألق، بدأ الآن يسير إلى المركز الأول، والسايحة محاولة ومنقضة على صدارة الشوط، بينما السايحة هي من صمدت حتى اللحظات الأخيرة وتجاوزت كل هذه الأسماء والأرقام لتحتل المركز الأول، لتحتل صدارة الشوط، الله حمر خطر مر وعبر في هذه الانطلاقة الثلاثية في هذا المساء، انطلاقة وتحدي ثلاثي لهجن الرياسة في هذه الأمسية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني الشايب اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الثالث سليل الهجن الهجن زعبيل، المركز الرابع هجن العاصفة تتواجد في المركز الرابع مشاهدين الكرام، بينما نتابع التحديات الأخيرة والتحديات المثيرة، والمركز الذي وصل من خلال التحديات في توقيتنا الزمني المميز في هذا الشوط الذي يسبق الختام، وها هي لحظات وصوله إلى خط النهاية، السايحة في المركز الأول تتألق من جديد بثالث نقاط هذه الأمسية بسبع دقائق 51 ثانية جزء واحد من الثاني لتهدي هجن الرياسة وإلى المضمر البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، المركز الثاني الشايبة قطعت المسافة سبع دقائق 52 ثانية ثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، والتهنية للمضمر سعيد بن محمد بن مروشد، أما المركز الثالث سليلة قطعت المسافة سبع دقائق 54 ثانية جزئين من الثانية، تهنية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم على فوز هجن زعبيل بثالث المراكز مع المضمر راشد بن محمد بن مروشد. هكذا أيها الحب الكريم مشاهدينا الأعزاء تنتهي حلقة ثالث الشوط الثالث عشر لتبدأ البداية مع الختام، بداية ختام انطلاقات هذه الفترة.